السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج اوبن رود كونسبت ستيشن. وهنبدأ مع بعض نشوف بعض الحاجات اللي فيه. يعني مثلا عايز ارسم طريق، فاقول له رود وابدأ ارسم الطريق بتاعي مثلا من هنا لهنا. هو بيسألني بقى المواصفات بتاعت الرود كلاس والرود تمبليت ولو عملت سيلكت عليه بيبدأ يجيب لي الخصائص اقدر اعدلها في اي وقت زي سرعة الطريق وكذا. وتحت بقى فيه البروفايل بحيث ان انت تقدر تعمل سيلكت وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب لو انا دلوقتي عايز مثلا الطريق دوت والطرق التانية ابدأ اعمل لها الحصر بتاعتها، تمام؟ فممكن اجي هنا ادوس على الاوبن ذا باك ستيج بالشكل دوت واقول له مثلا ان انا عايز اعمل الكوانتيتي والكوست، فهيبدأ يعمل لي حصر للتكلفة زي ما احنا شايفين اهو. تقدر تعمل امبورت للمعلومات وتقدر تعمل لها اكسبورت. ده الكود وده الريت بتاعها وده يوز الاونس. تقدر تعمل المعلومات دي اكسبورت سواء على كمبيوتر او على البروجكت وايز، هيخرج في ملف اكسل اكس ام ال. ده لو انت عايز تشوف الديتيل بتاع الحاجه، وده كله مع بعض. ده اليونت اهيت والريت والحاجات دي كلها. طيب نرجع تاني للكونسيول، عايز الف هبدأ اقول له اعمل لي روتيت بالشكل دوت. وممكن تقول له انا عايز الف بالشكل دوت او عايز احرك الفيو بتاعي بالشكل دوت وهكذا. طيب عايز ازود انارة هنا، فهقول له هنا ان انا عايز كشافات فرنتشر، تمام؟ وابدا ادخل من هنا اختار الستريت لايت، اختار مثلا حاجة بالشكل دوت وابدا ارسم. مثلا هنا بالشكل ده. طيب انا عايز اشوف الشكل الحاجة تبقى عاملة ازاي بالليل وهكذا، فهاجي هنا واقول له انا عايز الفيجوال، فهيفتح لي برنامج اليومنت ار تي، هيبدأ ياخد المشهد ويبدأ يظهره لي هنا. المشهد بالشكل دوت، بحرك الباك عشان اقرب من الشكل بتاعي. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز اشوف الخصائص الخاصة بالشمس، تمام؟ تقدر تتحكم في الوقت. طيب عايز اخليه بالليل، هعلم على العلامة دي فتلاقي الانارة بدأت تشتغل زي ما انت شايف. طبعا تغير الليل زي ما انت عايز، النورث زي بتاعتك، الوزر،